قصة اليوم هي قصة نجاح سوري بامتياز. دكتورة لين عيسى أحد طلاب كلية الإعلام، واليوم هي أحد دكاترة هاي الكلية. رح نتعرف على اختصاصها وعلى قصة نجاحها. كونوا معنا. أنا كنت من الأوائل على كلية الإعلام، تعينت معيدة بال 2013، اخترت الإفادة الخارجي للهند مسبوق بالماجستير للحصول على الدكتوراه مسبوق بالماجستير باختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني. كان هذا الشيء خيار صعب لي إنه اختار بلد، خاصة إنه بلد ما بعرف كنت عنه أي معلومات وبلد غريب، بس كنت بعرف إنه الهند كبلد إنه أقوياء من ناحية المجال العلمي وخاصة باختصاص الإعلام. فأنا كنت دائما عندي رغبة إنه أعرف شيء جديد، استكشف شيء جديد. وأنا بالأصل لما كنت طالبة كان يهمني موضوع الإخراج وموضوع التصوير، حتى عملت مشروعي التخرج فيلم مصور، حصلت على الدرجة الأولى حتى بالماجستير من هند، متفوقة على جميع الطلاب الأجانب بما فيهم الهنود وأجانب من غير جنسيات، لأنه كان معنا بالماجستير من الجنسيات الهندية وأنا كسورية الوحيدة، ومعنا من جنسيات بلدان أخرى من أمريكا وألمانيا وجنسيات عربية من اليمن والعراق. فأنا حصلت على الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، متفوقة على جميع الطلاب. بعدين انتقلت لمرحلة الدكتوراه. مرحلة الدكتوراه تعمقت أكثر بالتخصص، وحصلت على فرصة كطالبة أجنبية وحيدة بسبب هو حبي لهذا المجال، فكان دراستي له بحب وشغف. فهون بيبدأ الإبداع، يعني حتى الواحد يبدع بمجال بده يكون بحبه. فهون أنا حصلت على الفرصة الوحيدة أني أنا أدرس هنود بالجامعات الهندية بأكثر من جامعة، جامعة بابا صاحب، جامعة الام جي ام، اللي هي جامعات هندية من الجامعات المتطورة، لحتى درس هذا الاختصاص للطلاب الهنود اللي هنا بمرحلة البكالوريوس. فأنا لما كنت طالبة دكتوراه كنت أنا عم درسهم، كنت أنا الأجنبية الوحيدة اللي بتدرس بالهند بهذا التخصص. خلصت بالإيفاد من الهند، وكان أهم شغلة عندي هي أني أرجع أخدم بلدي، البلد اللي حققت لي هالفرصة، اللي هو قدمت لي هالإيفاد الخارجي، واستفدت بشكل كتير كبير من المعلومات والتجربة. كان أهم هدف أني أرجع في طلاب بلدي، أرجع أنقل هالتجربة الغنية اللي أنا أخذتها بالهند لطلاب كلية الإعلام بجامعة دمشق. هلأ أول شيء فيك تعتبري هاي التجربة الأولى يلي نحن درسنا فيها الإعلام بشكل فعلي، يعني بشكل عملي، مو انه مثلا اخذنا نوطه وعدي ودرسي، لا، ورجتنا انه فوتتنا على الميدان تبع التصوير وكيف بدنا نوقف وكيف بدنا نصور، حتى انه شغلات اللي لازم نحن نشوفها نعرف اذا هي الشغلات صح ولا غلط. اخذتنا على الاستوديو يلي بالاخباريه، خلتنا نجرب يعني كل شيء، وصار انه خبره. اكيد قد ايه بيفرق؟ إضافة لحكي جزيل إنه كان التطبيق عملي مو نظري، يعني في بعض الدكاترة صراحة إنه نظري يعني بالمواد النظرية أو بالقسم النظري ما كتير بيفهموا، إنه خلص هذا المقرر وخلص تمام. أما الدكتورة لين يعني كتير طبقت نظريا، أنا صرت بس كون عم بحضر تي في إجي إلا إنه هي عدسة الكاميرا، بؤرق يعني بؤرة العدسة، لقطة قريبة لقطة بعيدة، وتحللي اللي عم بتشوف، اشرح لأهلي إنه هي هيك، هي أخذناه من تحت لفوق، أخذوا هذا الإعلان من هي الزاوية مشان تبين ضعف. فصرت افهم شو عم بيصير بالكاميرا بشكل عام بالتي في. يعني انا اهم شيء اني كفي الرحله العلميه مع الطلاب، انه كفي تدريس الطلاب وانقل لهم هالتجربه. هلا عندي رغبه بكتابه كتب بشكل تاليف مؤلفات بهذا الموضوع، الاخراج الاذاعي والتلفزيوني، اللي هو بشكل عملي، يعني ما بعيدا عن الكتب اللي هي يعني ممكن نظريه اللي هي تمام، ممكن اعمل محاضرات فيديو مسجله. هلا عم درب باكثر من مشروع، في مشروع بكره لنا بالاكاديميه السوريه الدوليه باكثر من مكان، لحتى ركز على الجانب العملي. يعني بيهمني هلا تركيز على الجانب العملي وليس النظري. فانا دائما باكد للطلاب، انت بتلاقي حالك بالتحرير، بتلاقي حالك بالاعلام الالكتروني، بالعلاقات العامه، اهم شيء تعرف انت بتلاقي حالك وين لحتى تبدع، بتصير بتركز بالمجال اللي انت ملاقي حالك فيه.